السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد في قناة ما وراء الطبيعة، والحلقة رقم 15 من برنامج الرعب الإذاعي الخاص بالقناة. ومعتنا مع قصة بعنوان النداهة الجزء الأول. القصة حقيقية حدثت بالفعل، وأتمنى إنها تعجبكم. هي مش قصة قد ما هي جانب من ملف سري كامل للنداهة، واللي أنا محضر له 3 أجزاء، وأتمنى إنها تنال إعجابكم. أما عن قصص الرعب، أحيانا بتكون من تأليفي وأحيانا بتكون من تأليف المستمعين، وأحيان تانية بتكون حقيقية بنسبة 100%. واللي حابب يشاركني بقصة من تأليفه وما تكونش مقتبسة أو مزعجة قبل كده يكتب لي تم في التعليقات، وأنا هتواصل معاه بنفسي. وياريت لو مش مشترك في القناة تشترك وتدعمني بلايك الفيديو وتفعل علامة الجرس ليصلك التنوهات بكل القصص الجديدة أول بأول. يلا نبدأ، يلا بينا. لا طالما سمعنا قصصا كثيرة عما يعرف بالنداهة، سواء من الحكايات أو الكبار أو الأفلام، فإذا كان لديك أحد الأقارب من ساكني المناطق الريفية فلابد أنك قد سمعت عنها من قبل. قد يظن البعض أن أسطورة النداهة هي مجرد ثقافة محلية لا يعلم الغير عنها سوى معلومات بسيطة، ولكن قد تتفاجأ عن أن قصة النداهة موجودة بالعديد من الدول بنفس التفاصيل والوقائع والأحداث، وتعرف باسم ملكة الظلام أو سيدة الرعب الأولى. وإذا كانت النداهة أسطورة فلا بد أن هناك جزءا من الحقيقة. سيدة جميلة تظهر بالأماكن المظلمة، خاصة المزارع والحقول والخرابات والمناطق الزراعية تحديدا. تصرخ باسم شخص ما، والذي يذهب إليها كالمسحور، ويقال أنه في أغلب الأوقات يجدونه ميتا في الصباح الباكر من اليوم التالي. ويقول البعض أن النداهة نفسها تقع في حب شخص ما وتأخذه معها إلى تحت الأرض، ثم يظهر عقب فترة ما جثة هامدة. كما يقال أن النداهة عندما تذكر اسم شخص فإنه يصاب باللوثة والجنون. ولم تصل من قصص النداهة أكثر من ذلك، ولا يعرف أحد صحة القصة أو الأساس لها. يقال أن النداهة قد تظهر بأكثر من شكل، وصوتها ناعم ورقيق. عندما تنادي باسمك قد تشعر بأن أول مرة تسمع اسمك بهذا الشكل الجميل للغاية. وعن وصفها ذكر البعض بأنها سيدة جميلة للغاية، ومن شدة جمالها تكاد تضيء ملامحها في الظلام. العيون مضيئة حمراء، وهي ممشوقة القوام، ويميل شعرها إلى اللون الأحمر، وتسير كأنها تنساب على الأرض، وترتدي فستانا أبيضا طويلا واسعا أشبه بفساتين الزفاف. ولا بد أن تذهب لشخص وحده، ويقول البعض أنك إذا سمعتها فلا بد أن تسد أذنيك وتهرب فورا. ويقال في الريف أنه لا بد أن تحمل معك الملح الأبيض حتى تتخلص من تأثيرها، خاصة بالأماكن المظلمة. ومن التراث أن النداهة كانت دائما ما تظهر في المياه، وهذا يجعلها أشبه بالأسطورة الإغريقية السيرين، والتي كانت تظهر في البحر للبحارة وتجذبهم بصوتها وتأخذها إلى تحت المياه. فالموضوع قديم للغاية وله جذور غير عربية، ولكن تظل مثل هذه الأساطير حائرة بين الحقيقة والخيال لفترات طويلة، حيث تتوارثها الأجيال دون أو الوصول إلى حقيقة واضحة. تجارب مختلفة. حكى أحد الفلاحين أنه قد قابل النداهة في قريته، فقديما لم تكن القرى مضيئة ليلا مثل اليوم، ومجرد حلول فترة المغرب تكون القرية مثل الظلام. وفي أحد الأيام ذكر الفلاح بأنه كان عائدا من حفل زفاف هو وأسرته، وكان الظلام قد أطل على القرية كاملة. وأثناء سيرهم مرورا على ترع داخل القرية، وهنا سمع الرجل اسمه بصوت ناعم الغاية، فاستدار ليشاهد امرأة غاية في الجمال تجلس على طرف المياه. ورغم الظلام شاهدها بوضوح على ضوء القمر، ووجد نفسه ماشيا نحوها لا إراديا. وهنا صرخت زوجته، فتحولت ملامح النداهة إلى وجه مفزع رآه هو وزوجته. وبعدها بدأت زوجته تمنع خروجه ليلا حتى لا يتعصب بها ليلا مرة أخرى. يؤكد البعض أن جذور قصة النداهة تعود إلى عام 1850، حيث كانت هناك سيدة جميلة، وكل شباب القرية مبهورين بجمالها، والكل يتمنى أن تنظر له فقط من شدة جمالها. وفي أحد الأيام وجدها أهل القرية مقتولة وملقاة جثة هامدة بإحدى المزارع، ولم يتعرف أحد على قاتلها.
قط أو قط أو سبب الجريمة. ومنذ وقتها كانت السيدات يرهبون الأطفال بأن من لم يستمع إلى نصائح الأهل سوف تأخذه هذه السيدة. ولكن تلك القصة لا تفسر ظهور النداهة في العديد من الدول الأخرى خاصة الغربية منها. المرأة ذات الفم الممزق هو أحد أسماء النداهة في اليابان، وتقول الأسطورة أنه منذ مئات السنوات كانت هناك امرأة شديدة الجمال تدعى كوشيساكي أونا، ومتزوجة من أحد المحاربين، وكانت للأسف خائنة مما دفع زوجها إلى قتلها بطريقة بشعة تجنبا لما يسمع من أحاديث حول زوجته، وقام بشق فمها بالكامل من الأذن للأذن وهو يقول لها سأقتل جمالك. ومنذ هذا اليوم وهي تظهر في الليالي الهادئة مغطية وجهها بما يشبه الكمامة، وتستدرج الرجال لتنتقم منهم عقب سؤالها ببراءة هل أنا جميلة، ثم تقتل من يجيب بلا عقب كشف وجهها المشوه. وفي الإمارات لم يختلف الموضوع كثيرا، فلديهم نداها تدعى أم الدويس، وذلك بسبب استخدامهم للمنجل في القتل أي الدويس. والأسطورة تقول أنها أنثى الجن، وكل مواصفات الرقة والأنوثة تجتمع بها، والبعض يقول أن نصفها نصف إنسان والأسفل منها أشبه بالحيوانات، والبعض شهد بأنها تحمل المنجل وتظهر في أي مكان لتغوي الرجال وتقتلهم. ويروي أحدهم أنه أصدقائه كانوا مسافرين على الطريق، ولكنهم أضلوه، وأثناء توقفهم وجدوا سيارة تضيء باللون الأحمر فصاروا خلفها طويلا، ولكن أحدهم لاحظ أن المسافة بين السيارتين لا تتغير فتقدموا قليلا، ولكن المسافة لا تتغير نهائيا، وبدأوا في الارتعاب، فلم يكن منهم سوى التوقف، فتوقفت السيارة الأخرى أيضا. وهنا صرخ من هبط منهم وقال أنها أم الدويس تجلس على الكرسي القيادة. وفسر البعض ما حدث بأن هؤلاء الشباب قد دخلوا طريقا مسكونا بالأشباح. وبكده يكون ملفنا النهاردة خلص، وأتمنى يكون عجبكم، وإن شاء الله هما في جزئين تاني إن شاء الله بإذن الله يعني قريب جدا هينزلوا. ولو عجبك الفيديو يا ريت تدعمني بلايك تشجيعا لي لأستمر في رفع هذه الفيديوهات. ولو مش مشترك في القناة يا ريت تشترك وتفعل علامة الجرس عشان يوصلك التنويهات بقصص جديدة أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.